بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا نتواصل معكم في برنامجكم أحاديث وعبر في هذا البرنامج الذي نذكر فيه القصص النبوية الشريفة والأحاديث نستخلص منها العبرة الحكمة وما قاله العلماء رحمهم الله في هذه الحوادث والقصص حتى ننتفع ان شاء الله في الدنيا والاخره عنوان هذه الحلقه باذن الله سيكون وظيفه اللسان وظيفه اللسان ربما في حلقات سابقه ذكرنا خطوره اللسان والجرم الذي قد يقع فيه اللسان ولكن في هذه الحلقه ان شاء الله سوف نتناول الجزء الايجابي، الجانب المشرق من هذه الآله التي الله سبحانه وتعالى ركز عليها سواء كان في محكم تنزيله او في السنه النبويه الشريفه من خلال النبي صلى الله عليه واله وسلم. القصه اليوم قصه مؤثره. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له ماعز بن مالك الأسلمي وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود وحديث مشهور جاء هذا الرجل إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد ارتكب جرما عظيما وكبيرة من الكبائر وهو كبيرة الزنا والعياذ بالله واقع امرأة لا تحل له وهو كان متزوجاً والعقوبة في الشريعة الإسلامية لمن زنى والعياذ بالله وهو متزوج وهو محصن أن يرجم أن يقتل لعظم هذه الجريمة وخطرتها وأثرها في المجتمع جاء إلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم معترفا تائبا مقرا بما فعل فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعله أن يذهب فيتوب فيستر الله عز وجل عليه ولكن إصرار هذا الرجل وعزم هذا الرجل على التوبه كان شيئا عظيما فجاءه المره الثانيه وقال له ما فعل فاعرض عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ورده فجاءه الثالثه فرده وهناك روايه اخرى جاءه الرابعه ايضا فرده الى ان بلغ الحال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم استشعر وتيقن ان هذا الرجل جاي لا محاله لكي يعترف بذنبه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فما تريد بهذا القول؟ انت ماذا تقصد من هذا الاصرار على الاعتراف بهذه الكبيره؟ فقال يا رسول الله اريد ان تطهرني. يريد ان يتخلص من الذنوب، ياخذ عذابه في الدنيا ولا ياخذ عذابه في الاخره، لان عذاب الاخره اشد من عذاب الدنيا. فطبق النبي صلى الله عليه واله وسلم عليه الحكم الشرعي فرجم. في اثناء الرجم وهذا الرجل يرجم سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم رجلين يتكلم يقول احدهما للاخر لصاحبه وهو هذا الرجل مالك رضي الله عنه يرجم فقال له: انظر الى هذا الذي ستر الله عليه. هذا اللي الله ستر عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب هذا لو الله ساتر عليه لكن ما يبي يستر عليه نفسه فرجم رجم الكلب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سمع مقالتهم وسكت ثم انتهوا من الرجم ومات ودفن الرجل قال ثم مشى فتره حتى مع مع هذين الصحابيين اللذين تكلما عن مالك عن ماعز فمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهما معه على اعزكم الله جيفه حمار منتفخ ميت ورائحته كريهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين تكلما في ماعز يا فلان ويا فلان فقال نعم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول حتى يعني لا, لا يريد منهم حقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لا يريد منهم حقيقة الأكل لا لكن يريد أن يوصل رسالة مهمة وعظة بليغة وحكمة عظيمة سوف نتعرف عليها الان فقال يا رسول الله يا نبي الله من ياكل هذا؟ هو لو كان حيا محرم علينا اكل الحمير اعزكم الله فمن ياكل هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلمتما عن ذلك الرجل قال لقد نلتما من عرض أخيكما أشد من أكل من, من, أكل من أكل من هذا يعني الكلام اللي أنتم قلتوه أشد وقعا عند الله من الأكل الذي لو أكلت هذه الجيفة المنتفخة النتنة جيفة حمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوصل تلك الرسالة لخطورة ما قالاه قال والذي نفسي بيده إنه الآن هذا الذي تطهر اللي تاب ونحن نعلم أن التوبة تجب الذنوب حتى الكبيرة إذا تاب الإنسان منها الله عز وجل يقبل التوبة قال والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمس فيها لأنه تاب توبة نصوحة هذه الحادثة أود أن أجعلها كالمقدمة لحديثنا حول وظيفة اللسان توقف ان شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل باقي احكام هذه الحلقه بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مره اخرى نتكلم حول موضوع مهم وهو جانب ايجابي وظائف اللسان. نحن نعلم ان اللسان من نعم الله عز وجل العظيمه على الانسان. ونحن نشاهد ان الذي لا يستطيع ان ينطق لا يستطيع ان يتكلم يصنف تحت دائره الاعاقه. ولذلك من يتكلم فهي نعمة من الله عز وجل قد حباك الله بها والنعم في الشريعة الإسلامية تحتاج إلى شكر كل نعمة ينعم الله عز وجل عليك بها لا بد في مقابلها من شكر فهذا اللسان الذي الله سبحانه وتعالى أودعه لك وأعطاك خاصية النطق وفضلك على الحيوانات جميعا التي لا تنطق هذا اللسان على صغر حجمه لكن اما ان يوصلك الى الجنه واما ان والعياذ بالله يرديك الى جهنم. فانت الذي تختار من هاتين الوظيفتين هل تريد من هذا اللسان ان يوصلك الى هذا الطريق المظلم ام تريد من هذا اللسان ان يوصلك الى طريق الله سبحانه وتعالى والجنه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم رب كلمه يقولها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا تلقي به في نار جهنم سبعين خريفا كما سمعنا في الحادثه التي ذكرناها من سب ماعز رضي الله عنه كلمه قال ورب كلمه يقولها العبد من رضوان الله كلمه ترضي ربك لا تلقي لها بالا ترفعه في الجنه درجات اذن المقياس هناك كلمة، هناك كلام، هناك وظيفة للسان يجب عليك أن ترائها هي التي ترفعك إلى الله سبحانه وتعالى وتعلي مرتبتك ودرجتك. وهناك كلمة قد تلقي بك في نار جهنم. هذا الذي يلقي بك في نار جهنم تكلمنا عنه في مرات عديدة. نتكلم اليوم كموضوع جديد عن ما هي الوظيفة التي يجب أن تستخدمها في هذا اللسان الذي حباك الله سبحانه وتعالى. أولا أيهما أفضل في الفقه الإسلامي أن تصمت أم تتكلم؟ يقولون هل الأولى هو الصمت أم الأولى هو الكلام؟ يكاد يتفق الفقهاء على أن الكلام الحسن أولى من الصمت ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث متعددة ذكر فضائل من يذكر الله سبحانه وتعالى عندما قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى وكما جاءت في الأحاديث الشريفة العظيمة والآيات الكريمة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وكما قال الله سبحانه وتعالى وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وقال سبحانه وتعالى أُدُعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ فالفقهاء يقولون الكلام الحسن والقول الحسن أولى من الصمت ولكن إذا لم يصل الكلام كما وصفنا لا هنا يكون الصمت أفضل ولذلك كما جاء في أحاديث أخرى في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عدد جملة من الأمور قال فإن لم تستطع فكف لسانك هكذا الحديث يقول فكف لسانك عن اذى الاخرين فاذا انت ما تستطيع ان تقول الخير لا اقل من ان تصمته لا اقل من ان تصمته فما هي الهي فما هي الوظائف التي نريد ان نبادر ونقول ونترغب الى الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات اولا ما اجمله من ذكر الله سبحانه وتعالى. ما اجمل من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر ليس ذكرا كثيرا قليلا وانما ذكرا كثيرا وهذا يشمل كل انواع الذكر من قراءه للقران والتسبيح والتهليل والتكبير ولا حول ولا قوه الا بالله كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في حديث اخر انه كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكثير من الاذكار النبويه الشريفه التي يحفظها كثير من الناس ترغب وتبين ان للسان وظيفه. تدل على ان للسان مهنه. مهنة هذه هذا اللسان اول ما يمتهن به هو ذكر الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني الذي يجب ان ننتبه له عندما اريد ان اتكلم واتلفظ ان تدعو الى الخير. ان تدعو الى الصلاح. ان تامر بالمعروف. ان تنهى عن المنكر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم النجوى هو من يتكلم مع الآخرين بإسرار إحنا نقول يعني يتناجى يتساسر ها بينه وبين الآخرين الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم أكثر النجوى لا خير فيها عند الله في مقياس الله سبحانه وتعالى في ميزان الله إلا واستثنى قال إلا من أمر والأمر لفظ والأمر مهنة ووظيفة من وظائف اللسان إلا من أمر بماذا بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هذا الذي يجب أن توظف لسانك به أمر بالمعروف إصلاح بين الناس حث على الخير ترغيب للخير ترغيب وتحفيز للجنة دعوة للمسابقة والمسارعة إلى الله سبحانه وتعالى وخصوصا في أشهر الخير الأشهر المباركة كرمضان وغيره من مواسم الطاعات الاول من ذي الحجه مثلا في شهر رمضان في ايام التشريق هذه ايام مباركه يجب عليك ان توظف لسانك بهذه الامور التي قلناها من ذكر ومن دعوه للخير لله سبحانه وتعالى ثم يقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما اذا توظيف اللسان بما ينفع بما يعني يطور من قدراتك الإيمانية خير لك عند الله سبحانه وتعالى. نتوقف إن شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل باقي أحكام هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله معنا مرة أخرى نتابع الحديث حول وظائف اللسان من وظائف اللسان أيضا مهمة الكلمة الطيبة فهذا مجال من مجال الخير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول والكلمة الطيبة صدقة يعني إحنا اليوم مع الأسف كأننا نبخل بأن نقول كلمة طيبة نبخل بان نقول كلمه طيبه. والله سبحانه وتعالى يقول: "وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا". يعني انت اذا كنت خايف على عيالك بعد موتك الله سبحانه وتعالى امرك بامرين: تقوى الله وان تقول قولا سديدا. فالكلمه الطيبه صدقه القول السديد صدق من الله سبحانه وتعالى فأنا ماني أعرف ليش إحنا نبخل على أنفسنا بأن نقول كلمة طيبة والكلمة الطيبة لا تعني إطلاقا وحصرها فقط في ذكر الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة مدلولها واسع مدلولها عظيم عند الله سبحانه وتعالى أنت لما تدخل مثلا عندك مراجعة مع في في اي مصلحه من المصالح الحكوميه فتجد هذا الموظف اللي يستقبلك بكلمه طيبه كيفك؟ اليوم ايش اخبارك؟ امورك ماشيه؟ معاملتك ماشيه؟ هذه الكلمه الطيبه صدقه انت لما تدخل على بيتك وعلى اهلك تقول السلام عليكم كيف اصبحتم؟ كيف امسيتم؟ ماذا عملتم اليوم؟ الاخ مع اخي الزميل مع زميله في العمل لما يدخل لما يتلاقيان في اثناء العمل الكلمه الطيبه صدقه وهي وظيفه من وظائف اللسان التي امرك الله سبحانه وتعالى ان تتمثل بها كما قلنا في بدايه هذه الحلقه اللسان والكلمه الكلمه اما تقودك الى النار والعياذ بالله واما ان ترشدك الى الجنه وتعلي من, من مرتبتك كذلك من وظائف اللسان بث السلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أه أه وأفش السلام بينكم والسلام كلمة تقال ولفظ يتلفظ به اللسان فلا بد على الإنسان أن يفشي السلام علما بأن السلام في كلماته وألفاظه أجر لله سبحانه أجر من الله عز وجل لما تقول السلام لك بها عشر حسنات عليكم لها عشر حسنات وهكذا إلى آخر إكمال السلام فالسلام لفظ ومن وظائف اللسان بث روح السلام بين أوساط المجتمع كذلك باللسان ننشر الدعوة والمحبة بين الناس فتدعو الناس بأحب أسمائهم إذا جئت إلى إنسان تقول يا فلان أو يا, أبو يا أبا فلان دخلت على إمرأة يا أمي يا كذا التوقير باللسان من خلال إنزال الناس منازلهم تتلفظ على الإنسان بكلمات سيئة والعياذ بالله يا 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 سيء كذا يا سيء كذا أو يا، لا يجب عليك أن تنادي الإنسان بأحسن ألقابه وتعطيه منزلته منزلته. كذلك بالكلمة الطيبة التي يتلفظ بها اللسان ندعو إلى التفاعل مع قضايا المجتمع. أنت لما تسمع بحادثة حدثت أو قضية عامة تتكلم بخير، تنصح، تحاول ان تهدئ الفتنه، يجب عليك ان يكون لك دور في المجتمع من خلال اللسان، اذا حصلت مشاكل معينه، اذا صار هناك فتن، اذا سمعت كذب، اذا سمعت سوء من الاخرين، يجب عليك ان تتفاعل بلسانك مع القضايا التي تهم المجتمع، والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم منهم، فانت واحد من هؤلاء أنت واحد من هؤلاء الذين يعيشون معك في المجتمع فلا بد أن تتفاعل معهم كذلك من وظائف اللسان الشكر لمن أسدى إليك معروفا يعني واحد يسوي لك خدمة يصنع لك معروف لا أقل من أن تقول له جزاك الله خيرا ورسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فبقول حسن أو بجزاك الله خيرا كذلك من وظائف اللسان انك انت تكسب ود اهلك، امك، ابوك، اخوانك، ابنائك، زوجتك، تفتح مجال للكلام الطيب للحوارات، لا تغلق على نفسك الباب، لا تنشغل بهذه الهواتف عن كلامك الطيب مع اهلك، مع جلوسك مع اهلك، مع محاورتك، والنبي صلى الله عليه واله وسلم جعله اللقمه التي يضعها الانسان في فم زوجته له فيه اجر فما بالك بالكلمه الحسنه للزوجه ما بالكم بالكلمه الحسنه للاب ما بالكم بالكلمه الحسنه والطيبه للام للابناء وهكذا كذلك الابناء يجب عليهم ان يتادبوا في ويقولوا قولا حسنا بلسانهم لابائهم لامهاتهم عند سؤالهم عند دعائهم لهم عند طلبهم امرا من الامور كل ذلك يندرج تحت وظيفه اللسان كذلك بالكلمه الحسنه نتصدق على انفسنا فمن وظائف اللسان ان تتصدق على نفسك وكما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم الكلمه الطيبه صدقه كذلك من وظيفه اللسان ان تقدم رايا واستشاره إذا طلب منك الاستشارة يجي لك واحد يقولك والله أنا أريد أن أقدم على هذا العمل أو لا أقدم على هذا العمل أو أن أتزوج من فلانة أو وهكذا فمن وظائف الكلمة التي هي منوطة بك أن تقدم نصحا أن تقدم استشارة أن تطرح فكرة حسنة يستطيع أن يستغلها من يستغلها كذلك من وظائف اللسان أن تنقل حديثا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، ان تنقل ايه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، ولكن هنا يجب ان نضع خط تحت هذه الوظيفه وهي وهو النقل للايات وللاحاديث يجب ان يكون بدقه. ويجب ان يراعي فيه الانسان النقل الصدق والامانه. فلا تنقل الكلام مجتزئا، اليوم احنا نشوف في هذه الاجهزه اللي معانا في وسائل التواصل الاجتماعي تقتطع الكلمات سواء من الآيات أو من الأحاديث وينقل نصوص بعض العلماء وتنشر وهذه ليست من وظائف الكلمة الصحيحة من وظائف الكلمة من وظائف اللسان أنك أنت تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل النقل الصحيح والذي يكون في موضعه وفي مكانه ومحله ولا يسبب فتنة عامة ولا يسبب إشكالا عاما وهذا احنا نشاهده ينقلون كلام يتلفظون بلفظ خلاف الواقع خلاف الحقيقة أو يكون مجتزعا فنكون في مصيبة والعياذ بالله أكثر مما أردنا من من الخير كذلك يجب علينا أن نعي أن القيام بوظائف اللسان له أثر أثر على الإنسان أثر على المجتمع أثر مع الأهل والأقارب والذرية والأرحام أثر مع الله سبحانه وتعالى فالقيام بوظيفة اللسان يحقق المغفرة من الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمعاذ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أضمن له الجنة فقال يا رسول الله أو يكب الناس على مناخرهم أو نؤاخذ بما نقول يا رسول الله فقال له ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم فإذا أثر أنك أنت تقوم بوظيفة اللسان أنك أنت تأتيك المغفرة من الله سبحانه وتعالى أن تتحصل بالفوز على جنه الله سبحانه وتعالى. كذلك من اثار القيام بوظيفه اللسان إشاعه المحبه، إشاعه السلوك الحسن، نشر الكلام الحسن بين اوساط الناس حتى لا تتلطخ اسماعنا بكلام سيء، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على القيام بوظائف اللسان حتى نفوز باعلى الجنان. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلى أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته